أهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ رؤيا. وصلنا لفقرة التغذية واليوم رح نحكي عن الموز وفوائد الموز مع رند الديسي. صباح الخير. صباح الورد. أهلا فيكي. أهلا فيك رند. تمام وأنت كيفكم؟ عن جد اشتقت للمطبخ لأنه هلأ عم بنسجل باقي الفقرات عم بتكون فقرات خارجية. يومين تسجيل ويوم فهيك لا. رجعنا. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. طيب رند هلأ نحن بالموز من الفواكه اللي كتير الناس بتحبها ولأنها هي بتعطي طعمة الحلاوة وبتعطي كيف كأنك تأكل إشي زاكي يعني أكثر من بقية الفواكه، فهي قريبة على الصغار أكثر، قريبة على الكبار حتى اللي بحبوا الحلو. مظبوط. احكي لنا أكثر غير إنها زاكية قد هي مفيدة. أوكي. هلا الموز يعتبر من أكثر الفاكهة عالميا استهلاكا، خاصة إنه هو بينزرع بأكثر من 107 دول، فهو تقريبا موجود على مدار السنة، خاصة إنه مع تغير المناخ لسه بنلاقي بلاد بينمو فيها الموز بيقدر يكبر بالطريقة الصحيحة، فبنلاقي استهلاكنا للموز كتير عالي. إلها كتير فوائد غذائية استهلاكنا للموز، وهلا رح نحكي عنهم، رح نحكي مين الأشخاص كمان لازم يبعدوا عنه مثل ما في أشخاص لازم ياخذوا منه بكثرة. حلو. هلا في شغلة مهمة لازم نركز عليها للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالسكر، كل ما كان الموز لونه أخضر أكثر كل ما كانت نسبة النشويات اللي فيه أقل. عادة الموز فيه 30 جرام نشويات و110 سعرات حرارية. احنا بنحكي عن الموز متوسطة الحجم مش الكبير الصومالي. الصومالي هاي يعني عن 3 موزات أظن. بالضبط. ولا الصغير البلدي، متوسط الحجم عادة فيه 110 سعرات حرارية و30 جرام من النشويات. هاي مع الموزة. أنا وقعت سامحوني. أوكي. فهاي بالنسبة للسعرات الحرارية ومحتواها من النشويات. أما بالنسبة لمحتواها من الكوليسترول والدهون فهي خالية تماماً من أي كوليسترول وأي محتوى من الدهون. ما في دهون. بالضبط. الأشخاص اللي عندهم سكري وبحبوا إنهم يتناولوا الموز، خلينا نجرب إنه نحن نأخذ الموز الأخضر أكثر من الموز المستوي كتير. كل ما بيستوي الموز أكثر كل ما السكريات اللي فيه بتتخمر، فبتصير سريعة الامتصاص وبتصير تأثيرها على الجلوكوز أعلى. أعلى. طب إحنا ما بدنا نقول كتير مستوي ولا الأخضر يعني اللي بالنص هذا ما بقدر ياخذ. لا بلا بلا يعني شوي طعمه. يس. إذا بدنا ناخذ المتوسط اللون المستوي كتير. بالضبط. إذا بدنا ناخذ المتوسط يفضل إنه نحن ناخذ الموز البلدي صغير الحجم. إذا أخذناه مش مستوي أبدا يعني أخضر مائل شوي للأصفر ممكن ناخذ متوسطة الحجم. أما كبيرة الحجم لازم كل مرضى السكري يبتعدوا عنها بشكل كتير كبير لأنها هي تقريبا بتعادل 3 حصص فواكه أو حصتين من النشويات. يعني هذه تقسميها مع حدا يكون معك اثنين قاعدين كل حدا ياخذ كل واحد ياخذ شوت موزه. بالضبط. طب الفيتامينات اللي فيه. اوكي. هو مليء بالفيتامينات خاصه احنا لما بنحكي عن الفيتامينز نحكي عن فيتامين با لانه هو عالي جدا بمحتوى بفيتامين با وفيتامين سي للاشخاص اللي عندهم مشاكل اما بالجذور الحره اللي بتؤدي الى شيخوخه الجلد فممكن ان احنا نحمي جلدنا من التقدم بالعمر عبر استهلاك الفيتامين سي او حتى الفيتامين با اللي بحد من كثير مشاكل خاصه من مشاكل الجذور الحره. تمام. هلا المعادن اللي فيه بالعاده اكثر معدن غني فيه الموز هو البوتاسيوم. لما نحكي عن أشخاص عندها مشاكل بانقباض وتقلص أو ارتخاء العضلات، عندهم أوجاع بالعضلات، عندهم مشاكل بالأعصاب مثل الأشخاص المصابين بالعصب السابع مثلا، استهلاكنا للموز كتير بيفيد هدول الأشخاص لأنه فيه بوتاسيوم. البوتاسيوم مش بس بيساعد أنه نحن نقبض ونريح العضلات بالشكل الصحيح ولكن بيساعد بتغليف الخلايا العصبية اللي عندي بالجسم، فبكون التهابها أو خطر إصابتها بالالتهاب أقل، فهدول الأشخاص بيستفيدوا بشكل كتير كبير. كمان الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالضغط وما عم بيتعالجوا بأدوية الضغط البتا بلوكرز ممكن يستفيدوا من استهلاك البوتاسيوم لأنه بيعمل على توسيع الأوعية الدموية فبصير ضغط الدم عندهم أقل فممكن انهم يستفيدوا منه بشكل كبير. بالضبط. طيب الموز كمان بالرند بيستخدموه اوقات بالوجبات الصحيه او بالكيكات لحتى يقللوا من نسبه الدهون. صح. هل فعلا هو القوام تبعه ممكن يكون قوام مناسب اني اقلل الدهون بكيكه او بطبق حلو؟ اكيد. بتعرفي الحلو بالموز روان انه هو كثافته عاليه. عاليه. فنحن لما نطحن الموز او مش نطحنه نحن لما نهرس الموز اكزاكتلي ونفرزه ممكن انه يصير قوامه مثل قوام الزبده. فاستبدالا للزبده ممكن انه انا أضيف الموز وحتى الأفوكادو له نفس الخصائص. الأشخاص اللي بتحب تأخذ ميلك شيك عصير الميلك شيك اللي مخلوط فيه الحليب عادة بيضيفوا له آيس كريم. آيس كريم. بالضبط. عشان يزيدوا من الكثافة ويصير كثيف العصير أو الميلك شيك ممكن إنه نحن نضيف الموز المثلج لأنه بيعطي نفس كثافة الآيس كريم وبنبعد عن السعرات الحرارية والدهون العالية جدا. صح 100%. بتعرفي أنا مرة كمان دلوني على وصفة قالوا لي بس الموز اللي عندك فرضا اللي قرب يعني استوى وبتخافي يخرب قطعيه
يعني قشري وقطعيه وحطيه بالفريزر. صح. واعمليه ايس كريم، تقدر تضيفي اي نكهه بدك اياها، لانه هو عن جد قوامه قوام ايس كريم. صح. مره بفقرات دنيا دنيا عملنا ايس كريم صحي بالبيت، وكان المكون الاساسي له هو الموز. بس لازم دائما ننتبه انه نحن نضيف عصره ليمون على الموز لحتى ما يتاكسد ويصير اسود. 100%. هاي هي النصيحه. طيب، غير اللي عندهم سكري، مين لازم يبتعد عن الموز؟ مين اللي ما بيناسبه الموز؟ هلا غير الاشخاص المصابه بالسكري اكيد لازم يخففوا منه بشكل كثير كبير. عندي الاشخاص اللي عم تتعالج بادويه الضغط، عادة أدوية الضغط بتعطي الجسم نسب عالية من البوتاسيوم. لما نحن ناخذ الموز اللي هو فيه نسب كتير عالية من البوتاسيوم، نحن بنخاف إنه يزيد تراكم هذا المعدن بالدم. وعلى فكرة تراكم هذا المعدن بالدم ممكن يؤدي إلى مشاكل خطيرة جدا على الصحة، وممكن يؤدي إلى وفاة الشخص. يعني بنشوف الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلى كمان لازم يبعدوا عن البوتاسيوم بشكل كتير كبير، وخاصة عن الموز، لأنه أوريدي الكلى عندهم ما عم تشتغل بالطريقة الصحيحة، ما عم تقدر تتحكم أو تتحكم بنسب المعدن هذا الموجود عندي بالدم. فممكن هذا الإشي يكون خطر جدا عليهم، خاصة إذا عندهم مشاكل بالكلى. فالأشخاص اللي عندها مشاكل بالضغط وعم تتعالج بأدوية الضغط، لازم إن إحنا نخفف من النسبة اللي عم نتناولها. الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلى وما عم بيكون في كنترول، أو ما عم بنعمل كنترول صحيح، أو عم بيعملوا غسيل كلى، لازم يبعدوا تماماً عن الموز. نهائياً ما بصير نستهلكه. وأكيد مرضى السكري لازم يتحكموا بالكمية. كثير حلو. طيب، خلينا نشوف رند أنا وياكي إيمان شو عم تعمل. عم تعمل صلصة السمك. إيش حطيت؟ عم بعمل الصوص اللي بنحط على الساندويشات. هذا الصوص بنحط على معظم سندويشات البرجر، اللي هو زي تاوزند آيلاند. أوكي، اللي هو عبارة عن مايونيز ورب البندورة وعصير ليمون وملح فلفل أسود وشوية صويا صوص. أوكي. طب أوكي. إذا ما بقدر أي من رب البندورة أحط بداله كاتشب؟ بيعطيه حلاوة. حلاوة. إحنا ما بدنا هاي. ما بدنا الحلاوة، بدنا بالعكس رب البندورة بعطينا حموضة. أوكي. طب إيش عملتي أنت؟ هلا بس أحضر السندويشات، بس حضرت الصوص وبرجع بعيده، بس قلت أنتوا بتحكوا بتسلى بحضر السندويشات. طب خلص حضريهم لك. طيب، نحن رند ضل في شيء معلومات تحبي تحكيها عن لا الموز؟ بس حبيت اليوم اخترت هذا الموضوع عشان اوريدي شاف إيمان عامله بالضبط كيكة الموز. او اسمها كثير زاكيه، هي كيكة قطنيه، هيك حطي ايدك فيها عن جد. اوكي، خفيفه كثير. طب سؤال، الموز لما بيتعرض لحراره بيفقد من خواصه؟ اكيد دائما الفيتامينات هي اكثر عرضه للتكسر مع الحراره العاليه، بس المعادن نقدر نحفظها لفتره اطول، خاصه انه الموز فيه معادن اكثر من فيتامينات، فما في مشكله اذا نحن عرضناه لحراره عاليه. أوكي. لسه بنحفظ البوتاسيوم اللي فيه، بس الفيتامين سي اللي فيه بتكسر. زي كل الفواكه او الخضار اللي بتتاثر فيها الفيتامينات. طيب بدنا نتشكرك كثير رند على وجودك معنا اليوم. اهلا وسهلا فيكي، نورتينا. اهلا فيكي. اهلا وسهلا.